رمزي اطلع الاسم خد قوه وسبقنا على العنوان ده. ماهر؟ ايوه بسرعه. تمام يا فندم. خد المحضر اللي عملته واطلع لياسر بيه، خد منه اذن ضبط وتفتيش واسبقني على هناك، هكلم اللي هو محسن واجيلك. اوامر سيادتك. ما تنساش تبعت لي اللوكيشن. حصل يا فندم. ايوه يا فندم. نوري السور ده على بيه اذن النيابه. فين ماهر؟ مش هنا يا باشا، بس كان قاعد في اوضه الضيافه. فين اوضه الضيافه دي؟ هناك كده يا باشا. روح خش انت على الباب. اوامر سيادتك. قلت لحضرتك ما حدش بيدخل هنا غير انا وبنتك. هنا يا فندم. اطلع فوق على السطح. خلاص يا فاروق لم الرجاله. واضح ان ماهر باع البيعه لسالم بيه ومشي. حضرتك بتقول ايه؟ البتاعه دي انا ما اعرفش عنها حاجه خالص. عموما اي حاجه عايز تقولها تقدر تقولها في النيابه. هاتوا يا فاروق. تخفيش يا سامي، تخفيش. كلمني الاستاذ راتب الجيش. اتفضل معايا. قلت لك لم حاجتك انت ورايحين في الوقت المناسب. عارفه لو كنت اتاخرت دقيقه كمان في بيت سالم كنا روحنا في داهيه كلنا. انت كنت عارف ان كل ده هيحصل؟ كنت حاسس واحساسي طلع في محل. الراجل اللي نروح له ده امانه سعيد قريبنا يا عم ماهر، وراجل سيطره جامد يعني مش اي كلام. الراجل ده قصته ايه؟ عمل قرشين وراح فتح المصلحه دي بعيد عن الناس وفكوا من البلد خالص. يا باشا حكايه الطار دي هتدخل عليه ولا نفكر له بدخله تانية؟ يا باشا ولا تانية ولا ثالثه، انت الدور جه عليك في الطار وخلصت يا عم ماهر. وبعدين ما انت سامعني وانا بكلم الراجل، الراجل اللي قال عشان ايه ولا ليه؟ فاحنا هنصعبها على نفسنا ليه؟ يا باشا نصعبها على نفسنا، المهم ندخل بفيلم الراجل اللي صدقه، المكان اللي هدخله ده مش ينفع اتحرك منه، حركه اخوك ما بقتش سهله، لحد ما نقدم مصلحتنا ونبقى نتكل على الله. دخلتك على الرايق بعون الله، وما تقلقش من اي حاجه، الراجل ده ابن بلد زيه زيك، وانت برضه هتمد ايدك معاه في المشحامه وهتساعد لحد ما المصلحه تقف. طب المكان ده شكله شقه ورد. مش عايز اخدكم معايا. تروح لاختك؟ اختي ده ايه؟ رجل على رجلك، انت قلت اللي هيسر عليك هيسر علينا.